السلام عليكم، أنا ألين القبلان من منطقة القصيم، إدارة تعليم الرأس من الثانوية الأولى مقررات. مشروعي هو self-cleaning photocatalyst coating of an efficient and cost-effective solar panel based on polycarbonate encapsulation. كانت بداية برنامج موهبة الإثراء البحثي في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كاركس. كانت البداية بشهر 7، الحمد لله كملت على المشروع و I kept improving it more and more. مشروعي يهدف إلى حل المشاكل اللي تحد من انتشار الألواح الشمسية والرفع من الاعتماد على الطاقة المتجددة في السعودية وفي العالم. طبعاً أنا بالبداية أحب أشكر عائلتي، هم كانوا السبب الأول بدايتي هذا الشيء، وأيضاً بدايتي زي ما ذكرت كانت بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبدعم من موهبة حيث ننتمي. بدايتنا كانت بشهر 7 وكانت معانا لحد الحين اللي هو شهر 2 فبراير من 2023.